عندي 5 روايات ومجموعة قصصية، عندي قفص اسمه أنا ومسرودة، عندي الفصول الثلاثة وفستان فرح، وآخر رواية على جبل يشكر، مجموعة قصصية اسمها بيضاء عاجية وسوداء أبانوسية. أنا مهتمة أكتر بالحياة الاجتماعية، بالواقع المعيشي للإنسان داخل حدود مصر عامة، وخاصة المرأة. فأنا عندي دايما إشكالية من الواقع، سواء أما كنت عايشة في محافظة غير القاهرة، وفكرة البنات الطموحة اللي عايزة تطلع وتحقق رغباتها وأحلامها، بتصطدم كتير بحاجات في الواقع. يا ترى بتقدر تعمل ايه؟ يا ترى بتقدر تتخلى عن ايه عشان توصل للي هي عايزاه؟ فانا كان عندي قفص اسمه انا، كانت رسالة طامحة جدا لبنوتة في مدينة ريفية صغيرة، قدرت تبقى أستاذة في القانون الدولي، بس قدام ده اتخلت عن قصة حب وحياة وأسرة وبيت وحاجات كتير جدا عشان تقدر توصل الحلم ده بره المحافظة الصغيرة. في مسرودة، البنت الريفية اللي واجهت مشاكل الختان، واجهت مشاكل التسرب من التعليم أو الإجبار على ترك التعليم، مش تسرب، الإجبار على ترك التعليم، وإزاي قدرت إن هي تواجه بالحيلة المجتمع اللي حواليها، لدرجة ان مثلا ان هي كانت بتتصرف بذكاء وبشر عشان تحقق اللي هي عايزاه. كان عندي كمان في الفصول الثلاثة مثلا اشكالية العمر والبحث عن الربيع طول الوقت، الربيع في العمر، ما بين مجموعة ازواج من عمر 60 سنة لعمر 30. فكانت المراحل العمرية دي كانت مسببة لي أنا نفسي تعب في الكتابة، لأن أنا بتكلم عن في وقت ما أنا كنت لسه 30 مثلا، عن ناس عندها 60 سنة، إيه المشاكل اللي بتواجههم؟ أزمة وجود الزوج وزوجة في وش بعض في البيت بعد انتهاء أعمالهم، والولاد كبرت واتجوزت. فكان بالنسبة لي أنا كان نوع مرهق شوية من الكتابة. ثم جاءت فستان فرح، وفستان فرح ما هيش رومانسية، فستان فرح كان المقصود بيها الفرحة اللي لبست مصر كلها في 2011. دي كانت رواية قطرية بامتياز، بدأت كتابتها قبل سنة 2011. أحوال معيشية لمجموعة من الناس، الطبقة المتوسطة، الطبقة العادية جدا، طبقة مدرسة وناظرة وصاحب مقهى وصاحبة محل بقالة أرملة، وهكذا. يعني كلهم ناس عادية جدا، كل واحد منهم عنده إشكالية كبيرة. افتكر لما جت الثورة ظنوا إن هم هينجحوا، إن هم هيعدوا، إن ال 18 يوم الحلم دول هيلبسوا مصر فستان الفرح، وهي انتهت في آخر يوم، في يوم بيوم التناحي المبارك في 11 فبراير 2011. في النتيجة بقى لكل ده، حصل إن أنا عملت نقلة تانية خالص في فستان فرح على جبل يشكر، الجيل الأحبط، فكان بيحاول يهرب، فكان الهرب من خلال شوية تاريخ على حبة فانتازيا على بيت أثري كنت أنا معجبة بيه جدا وكان نفسي أكتب عليه. فوجئت إن التوقيت ده هو المناسب جدا إن أنا أكتب. فأنا بدأت كتابة الرواية دي مثلا في 2014، 12 في 21. فعلى جبل يشكر كانت مختلفة شوية، فيها نوع من هروبي أنا الشخصي، مش البطلة، هو كانت أنا بهرب من البطلة دي، بالبطلة دي أنا بهرب. أما المجموعة القصصية بقى هي كانت مهداة إلى البين بين ترى هل نفلح. دايما البنت أو الست اللي واقفة في النص، لا هي بتطول لفوق ولا بتنزل لتحت، دايما علاقة النص دي علاقة آثمة ومؤلمة. فالنصوص بتاعتها اتكتبت على مدار 10 سنين تقريبا، انا جمعتهم في كتاب واحد. طول الوقت المرأة في البلد دي بتعاني من حاجات انا لحد دلوقتي مش عارفة اهرب منها،
يعني انت مش هتقدري تمشي في الشارع بفستان، ولو مشيتي انا عايزه اقول لك هتسمعي كم كلام رهيب. فما بالك بقى ان انت سايبه بلدك وراحة بلد تانية وهتقعدي لوحدك، او حتى ما عيشه مشتركه او في مدينه جامعيه. دي بقت ازمه، كتير من الاباء ما بترضاش، كتير من تقول لك لا كليه تبقى في المحافظه عندنا، بره لا. كتير من الناس اعرفها كان امنياتها انها الكليات الموجوده في القاهره فقط في التوقيتات دي في التسعينات وفي بدايه الالفينات، وما قدروش لانها ما قدرتش تتخطى سلطه الاب وانها تعارض وتروح، وبالتالي رضيت باي دراسه باي حاجه. وكتير منهم كان هيقدر ينجح، وكتير عملوا اختبارات ونجحوا في اختبارات التقدم للكليات دي، لكن للاسف على اخر لحظه رجعوا. انا واحده من الناس مثلا، يعني انا ما كنتش التنسيق بتاعي اللي وداني محافظه غير المحافظه بتاعتنا. والدي كان رايح يسحب ملف المدينه الجامعيه، انا ما كانش فارق معايا لان انا الكليه بكلها ما كانش فارق، بس هو رايح يسحب ملف المدينه الجامعيه، وانا عايزه اقول لك ان هو زي اللي ميت له ميت. ومجرد ما حد قال له ان وكيل الكليه من بلدنا ويقدر ان هو ينقلني المحافظه بتاعتنا، ساب كل حاجه وطلع له وما مشيش الا هو نقلني فعلا. وحصل ان انا رحت المحافظه بتاعتنا. فانا عارفه كويس، معايا في الشغل كانت ناس نفس الوضع، عايزه كليه معينه لكن المحافظه ما ينفعش، ما قدرش. فما بالك انت لما تحبي تتعلمي بره، بره البلد بحالها يعني. فانت طول الوقت اشكاليه المراه ما بتنتهيش، بنخرج بالدماغ، خرجنا بمستوى الوعي بالفكر، لكن مستوى المجتمع انحط، جميعهم فيهم مني. يمكن القصص القصيره بطلاتها اقرب شويه لانها بتبقى يعني نوع من الانفعالات اللحظيه الخاصه بي انا شخصيا، فهي اقرب حبتين من الروايات. لكن اكيد بطلات الروايات فيهم احلامي انا، او بعض من احلامي الشخصيه. بحاول بقدر الامكان تبعد عن حياتي، الروايات تبعد تماما عن حياتي، لكن ده فكري انا في الاول وفي الاخر، ده فكري انا. في ناس بتعتبر طالما هي امراه فهي لا تكتب اصلا من الاساس. فده البعض. في البعض الثاني بيهتم بنقد او بكتابه عن المكتوب ده لان صاحبته واحده ست، ده نوع اخر وله مطالب اخرى. في ناس ان انت ما بتستنى منك ان انت عشان ست ان انتوا تبقوا اصحاب، ده جزء من الوسط اللي موجود واللي للاسف بيدعو للاشمئزاز. فده ناس موجود، وفي ناس تانية ناس محترمه جدا بتنظر للمكتوب بما يمثله وبقيمته الحقيقيه. هيفرق من الاول خالص من التنشئه، انت لحد فتره كبيره بيفضل مقفول عليكي، هو بينزل بدري، بيطحن في الشارع بدري، خبراته اكبر، معارفه اكتر، انت بتفضلي الوقت طويل جدا حبيس جدران البيت والمجتمع الصغير بتاعك ايام ما كان. انا لما جيت نقلت شغلي وسكني القاهره، فوجئت ان في بنات هنا في القاهره ما تفرقش عني في البلد، ما تعرفش اكتر من الحي اللي هي قاعده فيه. احنا محتاجين القدره ان احنا نكتب اصلا، يعني انت في مجتمع صعب بالبدايه، صعب ان انت فيه ست، ده من ناحيه صعب ان انت فيه بتدوري طول الوقت على اكل العيش وان انت تضمني حياتك وان انت تبقي عايشه معقول، ان انت تقدري تشتري كتاب. دلوقتي بقى الوضع صعبه اقتصاديا، بقى هتاكلي وتشربي وتصرفي على البيت ولا هتشتري كتب؟ احنا دلوقتي بقينا بندور ان احنا نشترك في المواقع الالكترونيه عشان خاطر ان انت توفري ثمن الكتاب. انت كمان منفصله عن عالم النساء اللي انت ما بقيتيش تعرفي تفاصيله، انت بقيتي من الشغل للبيت اي وقت متوفر يا هتقدري تقري يا على الاقل هتحاولي تكتبي. فهي بالظبط كده، ان انت كل حاجه بتتقلص،
طول الوقت انت مش قادرة تاخدي حتى المساحة اللي بتقدري تكتبي فيها عشان تقدري كمان بعد كده تتفرغي لمواجهة اثبات وجودك في المكان. انا حاسة ان احنا في الحالة دي على فكرة احنا بنشترك فيها رجالة وستات. في ازمة. ازمة موجودة في الدولة كلها هي منعكسة علينا جميعا ان احنا ما بقيناش قادرين. في يوم من الايام كان دكتور طارق الطيب كاتب مقال عن حالة الادباء في النمسا. انا تقريبا انا عيني دمعت من اللي قريته. هناك الناس متاح ليها انها تكتب بمنح وفي اماكن واماكن خاصة، والناس دي مش شغلة دماغها باللي احنا شغلين بالنا بيه، باللي انت بتحاربيه طول النهار مع المواصلات ومع شغلك ومع بيتك وكل الحاجات دي. مع كمان لو تعبتي هتعملي ايه؟ هتوفري علاج ازاي؟ هتتعاملي مع مستشفى ازاي؟ كل الحاجات دي الناس دي مش شغلة دماغها. احنا 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 على فكرة في مجال الكتابة ده بنحفر بتوفر. زي ما انا قلتلك كده في ناس بتعمل حساب كل خطوة، خطوة مساعدة تقدر تقدمها لواحدة ست عشان تتواجد، عشان ما يتقالش ان هم قدموا مساعدة لست. ده مهم قوي. غير كده انا الانترنت فرق. يمكن عمل هو حالة الوجود دي وإثبات الذات من غير حد. يعني أنا واحدة من الناس اللي استفادت منه على فكرة. يعني أنا جيت هنا القاهرة وأنا عندي شغل، ما استنيتش حد هنا يطلعني أو إن هو يعمل لي حاجة. من خلال الإنترنت أنا عملت الوجود ده. قدرت ان انا اقول انا عندي كذا، وعرفت الناشر من عن طريق الانترنت، وبالتالي نشرت اول رواية ثم جاء ما بعدها. لما جيت استقريت هنا في القاهرة انا كان عندي 4 روايات اوريدي منشورين، منهم 2 خارج مصر. فالانترنت ما عادش ازمة بالنسبة للستات انها تنشر شغلها وانها تقول. منصات الالكترونية مفتوحة جدا، كل الحاجات دي متواجدة وتقدري تعملي عليها من غير حد. فستان فرح خاصة الجزء الثاني بتاعها أو ما بعد 100 صفحة الأولانية اللي هو عصر وأحداث الثورة، أقربهم عشتهم بعين، فهتفضل هي قريبة جدا لأن دي كانت أهم فترة في حياتي أنا الشخصية بغض النظر عن أي حاجة. يعني كانت حلم أنا، فأنا كنت عايشة في الحلم. صحيح الأبطال اللي على الورق هم اللي عاشوه، يعني أو بان إن هم اللي عاشوه، بس عاشوه من خلالي، لأن أنا اللي شفت مش هم. لا، هو المردود من القارئ العادي قليل. يمكن زمان لما طلعت أول رواية في 2007 ما كانش الحال بالشكل ده. كان بيوصلني على المدونة بتاعتي آراء، كان بيجيلي حاجات على في الغالب كانت على المدونة، او الاقي حاجه على الميل او تجي لي رسائل فيسبوك. حاليا الوضع مش زي الاول. احنا تقريبا بقينا بنشتري كتب بعض، نقرا لبعض. اما بيجي لي رساله من قارئ معرفوش، صدقيني ده بيبقى بالنسبه لي فرحه السنين. يعني انا جالي على فستان فرح رساله من كندا، دي جات لي على الميل كمان. انا ما اعرفش الراجل وصلته منين في كندا، بس دي كانت بالنسبه لي كانت حاجه عظيمه جدا. كتير بقى في روايتين اللي هم انطبعوا بره مصر، لا كان المردود عليهم من الخارج كان كتير جدا لان هم ما كانوش متواجدين في مصر كتير، فكان جاي عليهم مردود من بره جامد جدا. وقراء عاديين انا ما اعرفهمش. الجمهور اللي موجود حاليا عنده قراءات اخرى. يعني في بنات لا ما لهاش علاقه بواحده ست او راجل. يعني في بنت انا شفت ناس راحه معرض الكتاب مخصوص وهي ما لهاش في القرايه لمجرد ان هي تحصل على روايتها مقاقعه بايدها من معرض الكتاب. البنت دي كانت الروايه عامله الطبعه 19 تقريبا. فدي ولما رحت ادور انا ما عرفتهاش صراحه،
لما رحت ادور اكتشفت ان الصفحه بتاعتها عليها 500,000 بني ادم. يعني دي كانت حاجه بالنسبه لي ملفته جدا. ولاد صاحباتنا الكاتبات بيطلبوا الروايات اللي هي البيست سيلر بتاعه الرعب وخلافه، يعني اللي هي اللي انت هتروحي عند اي بايع جرايد هتلاقيها محطوطه على الرصيف. فدول دول دول مع الشباب جامد جدا. انا لقيت بياعه في المترو بتبيع كتب ناس معينه بالاسم، ودي كانت بالنسبه لي منتهى التعجب والدهشه ان الكتب بقت بتتباع في المترو. فده كان ملفت. في قطاع من الشباب له قراءات خاصه جدا، وانا شفت طوابير قدام الشباب دي وهي بتوقع كتبها في معرض الكتاب. دول نوعيه اخرى، بنات واولاد بيكتبوا لفئه عمريه معينه هي اللي بتستهدف، رومانتيكيه جدا ورعب.